في أحد البيوت بيصحى شاب بائس اسمه جوش، بيعاني من مضايقات من الناس لأنهم مش عاجبهم شكله هو وأصدقائه. حتى الأم والأب دايما بيتخانقوا مع بعض ومش مهتمين بابنهم جوش، وجوش متعود على الإهمال الروتيني اللي بيعاني منه ومش قادر يغيره. ولما وصل للمدرسة هو وأصدقائه وشافهم صديقهم اللي بيضايقهم واسمه براندون، وكالعادة راح يضايق فيهم ويتريق عليهم، وحاول ري إنه يوقفه ويضحك ويعمل نفسه مش مهتم، ولكن براندون وأصدقائه ما بطلوش إهانة في ري وجوش وسامي. ده كمان براندون ضرب ري، وبراندون قال إنه لو شافهم تاني بيقربوا من الملعب هيضربهم كلهم. وفي أحد البيوت بتظهر حبيبة براندون اللي اسمها تاشا، وهي لوحدها في البيت بسبب سفر أمها وأبوها، وكلمت الشخص اللي بيشتري الخردة عشان يوصل لها الصبح وياخد التلاجة القديمة. وري مش قادر ينسى ضرب براندون ومستعد إنه يعمل أي حاجة للانتقام. وبالصدفة شغل سامي فيلم الشخص بيعاقب الفاسدين وبيعذبهم، وكلهم ركزوا في الفيلم طبعا لأنهم عايزين ينتقموا من براندون الفاسد، ولكنهم مش قادرين إنهم يبقوا أشرار زي براندون. وتاني يوم الصبح لقوا براندون شخبط على عربيتهم وبيغلط فيهم وبيضحك مع أصدقائه، ومفيش حاجة هتقدر توقف براندون عن مضايقة ري وأصدقائه. والبنات بيضحكوا وبيصوروا اللي بيحصل وهينشروا الفيديوهات دي في كل مكان. وطاشا كالعادة متضايقة من اللي بيحصل ولكنها مش قادرة توقف براندون. وري وجوش وسامي لقوا فيديوهاتهم انتشرت في كل مكان على السوشيال ميديا، ورغم ان المشاهدات قليلة دلوقتي الا ان تعليقات الناس الوحشة بتأذيهم، وكده خلاص فاض بيهم وهينتقموا من براندون اللي بيدمر حياتهم وهيتحولوا لسفاحين ومش هرحموا حد. وكتبوا كمان كل اسماء الناس اللي بيضايقوهم وهينتقموا منهم كلهم، وهيعملوا كده في الحفلة اللي هتحصل بعد 3 ايام في المدرسة، والحفلة دي طبعا فيها براندون واصدقائه الفاسدين. وتاني يوم راح جوش يشتري 3 تذاكر للحفلة اللي هتحصل بعد يومين، وطاشا كلمت جوش وفكرته انهم كانوا بيلعبوا مع بعض لما كانوا صغيرين، ولكن صديقتها الفاسدة عمالة بتضايق في جوش ومتضايقة انه هيحضر الحفلة مع اصدقائه، فرمى جوش ليها الفلوس ومستحمل الاهانة لان الشباب الفاسدة دي نهايتهم هتكون في الحفلة. وفي بيت سامي قال ري انهم محتاجين اسلحة للقضاء على براندون واصدقائه بسرعة، وورى سامي المسدس الخاص بابوه لري وجوش، ولكن المسدس معجبش ري لانه قديم وهم هيحتاجوا حاجة جديدة وقوية، ومهتمش سامي بالكلام وخد هو المسدس لانه اكيد هيحتاجه. والشباب بيفكروا يعملوا ايه، وفجأة وهما ماشيين لو عربية صاحب الخردة قدام بيت طاشة وهياخد التلاجة القديمة، ولكن ري اهتم بالراجل الغريب واكيد هو عايش لوحده في مكان الخردة المعزول في الصحراء، واكيد الراجل ده معاه اسلحة، وكتبوا ارقام عربيته وبحثوا عنها وعرفوا كمان مكان الخردة وعرفوا المكان بالضبط، والمكان طلع قريب منهم ولازم يروحوا للمكان ويشتتوا الراجل صاحب الخردة عشان طبعا يقدروا يسرقوا منه الاسلحة بتاعته، ولازم يعملوا كده بسرعة لان وقت الحفلة بيقرب. وهيروح ري وجوش لمكان الخردة وسابوا سامي يحضر باقي الادوات اللي هيستخدموها للقضاء على براندون، وهيقابلوا سامي عند الحفلة بكرة بالليل بعد ما يسرقوا الاسلحة من الراجل صاحب الخردة. وري هو اكتر واحد بيسعى للانتقام لانه هو اللي اتضرب من براندون. ووصل ري وجوش للصحراء وشافوا المكان المعزول اللي صاحب الخردة عايش فيه، وكل اللي هيعملوه هو انهم هيكلموا صاحب الخردة وهيقولوله انهم محتاجينه بكرة الصبح عشان ياخد الخردة اللي عندهم. ولما الراجل يمشي الصبح من مكانه ري وجوش هيقتحموا المكان وهيدوروا على الاسلحة وهيسرقوها، وكلم جوش صاحب الخردة ويداله عنوان براندون عشان يضلله، والراجل قال لهم انه هيوصل للمكان بكرة الصبح. ولما الصبح حل صحى ري جوش عشان صاحب الخردة مشي، ودخلوا للمكان المعزول اللي كله خردة وكمان لقوا رصاص للأسلحة، والرصاص كتير ودي حاجة مبشرة انهم هيلاقوا أسلحة كتيرة، وشكل الراجل صاحب الخردة بيحب الأسلحة لانه بيعرف يصوب كويس. ووصل ري وجوش لبيت الراجل، وركز يا صديقي انه قدامه هرم من عربيات الخردة، وبيت الراجل مقفول والراجل قافل بيته من كل حتة عشان مفيش حرام يسرقه وهو مش موجود في بيته.
بيته، والشباب كسروا الشباك ودخلوا للبيت ولقوا فتحة للأنفاق تحت الأرض، ولقى جوش مكالمة من الراجل إنه نسي حاجة في بيته وهيرجع عشان ياخدها، واعتذر له إنه مش هيوصل له النهاردة، هو هيوصل له بكرة، ولو عربية الراجل وصلت ومعاه التلاجة اللي خدها من بيت تاشا. واضطر ري وجوش إنهم ينزلوا من الأنفاق اللي تحت الأرض، ولما نزلوا لقوا أسلحة كتيرة ولكنها مربوطة بسلاسل فمش هيعرفوا ياخدوها. والكارثة إنهم اكتشفوا إن الراجل صاحب الخردة هو سفاح أصلا، ولقوا دم وأجزاء بشرية في كل مكان تحت الأرض، وكمان لقوا كاميرات لأن السفاح بيصور الناس قبل ما يقتلهم. وري فرحان وبيفكر إنه يتعاون مع سفاح الخردة عشان يساعده في الانتقام من براندون، واستخبوا بسرعة لأن السفاح نزل لمخبأه ومعاه التلاجة اللي فيها تاشا أصلا، والسفاح هيصورها قبل ما يقتلها. وجوش عايز ينقذها ولكن ري رفض لأن تاشا هي حبيبة براندون وهي من ضمن الناس اللي هم هيقتلوهم، ولكن السفاح سمع صوت ري وضلله وقبض عليه، واستخبى جوش عشان السفاح ما يقبضش عليه هو كمان. والسفاح معاه بطاقات لناس كتيرة هو قتلهم، وقبل ما بيقتل الناس بيحب يشغل الموسيقى، ودلوقتي السفاح هيعذب فري وهيصوره. والسفاح مكون رسمة هو صنعها من جلد البشر اللي قتلهم، والسفاح كده يا صديقي شكله فنان. وحاول ري انه يكلم السفاح عشان ما يقتلهوش، وري قال انه هيجيب له بشر اكتر لو السفاح حرر ري، ولكن السفاح مش مهتم وبيقطع في لحمة ري وبياكلها. والسفاح زهق من كلام ري وبالمسدس قتله، وجوش مش قادر يعمل حاجة خالص ومستخبي. ولما السفاح مشي حاول جوش انه يحرر تاشا ويدوروا على مخرج للهروب من هنا، ولكنه مش هيقدر يحررها دلوقتي لان السفاح رجع للمكان ومعه ست هيقتلها. والسفاح قفل باب المخبأ عشان محدش يقدر يخرج من هنا الا هو، والسفاح بيرقص مع الست المصابة قبل ما يقتلها. والسفاح عنده اسلوب غريب خاص بيه، ده كمان السفاح بيشغل الكرتون عشان يتفرج عليه قبل ما ينام. والسفاح معه دميته كمان وبيأكلها من لحمة البشر، والسفاح تعب ونام. واستغل جوش الفرصة ان السفاح نام وهيروح يحرر تاشا، ولكن دمية السفاح وقعت منه وعملت صوت، ولكن على حظ جوش ان السفاح لسه نايم، وقدر جوش انه ينقذ تاشا، ولازم يمشوا من هنا قبل ما السفاح يصحى. ومستغربين من الميكروفونات ومكبرات الصوت القديمة المنتشرة في المكان. وبالنسبة لسامي فهو بيجهز نفسه لان النهاردة هو اليوم اللي هينتقم فيه من براندون، ومجهز كل الادوات اللي ري طلبها منه، ومستني الليل يحل عشان يروح للحفلة ويقتل في براندون واصدقائه مع ري وجوش. وسامي مش عارف اللي بيحصل مع اصدقائه دلوقتي. والسفاح صحي من النوم ولقى دميته وقعت ولكنه مهتمش، ولكن السفاح اتضايق لما لقى ان تاشا اختفت. والسفاح جهز نفسه واستعمل الخوزة اللي موصلها بجهاز بيصدر صوت مزعج عن طريق مكبرات الصوت، والمكبرات دي منتشرة في المكان، وبالتالي جوش وتاشا هيحسوا بالتعب من الصوت المزعج، وكده مش هيقدروا يهربوا والسفاح هيوصل لهم. وبسبب خوزة السفاح فالصوت العالي مش هيأذيه، ومتضايق جدا لانه الاول مرة في حد بيهرب منه. ولقى جوش وتاشا باب قدامهم والسفاح مخزن فيه اجزاء البشر اللي قتلهم، وهم ماشيين السفاح هجم على جوش وقبل ما يقتله خدت تاشا مسدس السفاح وهددته انه يسيب جوش، ولما سابه السفاح ضربت تاشا نار على السفاح، ولكن الرصاصة ما جاتش فيه والسفاح ضربها واغمى عليها وسابها وخد جوش اللي مغمى عليه. ولما صحي جوش لقى نفسه مع السفاح اللي قاله انه عايز يسمع خططه لقتل الناس، يمكن السفاح يفكر انه يخلي جوش شريكه الجديد، ولكن جوش مش هيقدر طبعا انه يتحالف مع السفاح المجنون ده، فالسفاح محضر حمض حارق لقتل جوش، والسفاح هيتفرج عليه وهو بيتعذب وبيموت. ولكن ظهرت تاشا وبالمطرقة هجمت على السفاح واغمى عليه وانقذت جوش، ولكنهم هم بيهربوا سمعين الصوت المزعج من مكبرات الصوت والسفاح فاق، ووصلوا لغرفة واستخبوا فيها والسفاح بيطاردهم، ولكن جوش قرر انه يعمل فخ في السفاح ولقى جنبه محرك وموتور لموتوسيكل، وربط جوش الحديد اللي في الغرفة بالمحرك والموتور، واول لما السفاح ظهر وقع في الفخ وحديد الباب اتشد على السفاح واصابه، والسفاح وقع وبيتمنى جوش ان السفاح مات خلاص. ولقى جوش وتاشا مخرج من المكان المرعب، ولما خرجوا من بيت السفاح لقوا النهار بيخلص والليل هيحل، ولكن السفاح لسه حي ومسك في تاشا، فربط جوش ايد السفاح بالسلاسل وقدر انه يحرر تاشا، وراحوا على اقرب ونش وشغلوه
خدوه ورموا هرم الخردة على بيت السفاح، وبما انه مربوط بالسلاسل فما قدرش انه يتحرك، وقدر جوش وطاشة انهم يقتلوا السفاح نهائيا. وسامي لقى الوقت حل ولازم يستعد للحفلة الليلة، ولما وصل جوش وطاشة للعربية افتكر جوش ان مفاتيح العربية هي مع ري، وهيسيب طاشة عند العربية وهيرجع لمخبأ السفاح وهياخد المفاتيح من جثة ري. ووصل جوش لجثة ري وخد المفاتيح، وجوش متضايق لان ري هو صاحب فكرة سرقة الاسلحة، والراجل صاحب الخردة هو طلع سفاح وقتل ري. ووصل سامي للمتجر اللي فيه شاب صالح عمره ما اتريق على سامي، وسامي سلم على الشاب الطيب وساب له فلوس المشروب اللي اشتراه واداله فلوس زيادة كمان، وسلم سامي عليه وشكره على كل الذكريات اللي مروا بيها مع بعض. والشاب مستغرب ولكنه مش مهتم، والليل بيشتد وطاشة مستغربة من سرعة جوش في سواقة العربية، وخدت مفاتيح العربية ووقفتها عشان تعرف ليه جوش مستعجل كده، فاعترف لها ان سامي هيوصل للحفلة في المدرسة عشان يقتل براندون واصدقائه، والمفروض كمان انه ري وجوش هيساعدوا سامي. وخافت طاشة من جوش ونزلت من العربية واديته المفتاح وطلبت منه انه ما يقربش ليها ابدا لانه طلع سفاح. وجوش عايز يوصل للمدرسة بسرعة عشان يوقف سامي لانهم عمرهم ما هيعرفوا انهم يبقوا سفاحين، وخصوصا طبعا بعد اللي جوش شافه من سفاح الخردة. وسامي وصل للمدرسة ودخل للحفلة وحضر الادوات للقضاء على براندون والشباب الفاسدين، ولكن جوش وصل وطلب من سامي انه ما يعملش اي حاجة لان ري مات، وحكى جوش قصة سفاح الخردة وهم لازم يوقفوا انتقامهم. فطلع سامي المسدس وافتكر جوش ان سامي هيقتله، ولكنه لقى سامي خلص على نفسه عشان يحصل ري صديقه، وزعلان جوش على سامي، وللأسف محدش قدر يحميهم من مضايقات الناس. وتاني يوم الصبح صحي جوش كالعادة، والشرطة اعتبرت ان جوش بطل لانه طبعا قتل سفاح الخردة وكمان منع سامي من قتل براندون واصدقائه، وفرحان جوش انه لسه حي والروتين رجع من تاني. وجوش مش متضايق خلاص، ده فرحان لانه كل حاجة رجعت طبيعية زي ما كانت. ولكنه لما راح للمدرسة ظهر براندون واصدقائه، وقال براندون لجوش اوعى تفتكر انك بعد ما بقيت بطل اني مش هضايقك. وجوش في نظر براندون واصدقائه لسه هو نفس الشخص اللي هيضايقوه وبيضايقوه كل مرة، ولكن اتفاجئ براندون لما لقى جوش مش مهتم، وقال لهم انه هيتجاهلهم وهيتحمل كل حاجة هم هيعملوها وهيقولوها. واستغرب براندون ومقدرش انه يعمل حاجة لجوش اللي خلاص ما بقاش مهتم. وجوش كمان قدر انه ياخد طاشة حبيبة براندون منه، وقررت انها تقضي حياتها مع بطل شجاع زي جوش، وبراندون بيتفرج ومش قادر يعمل اي حاجة خالص. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، وفي الوصف هسيب لكم روابط لأفلام سفاحين اكتر.